أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأكرم إلى درس أو سلسلة من دروس جديدة أعطيتها اسم قواعد الفرنسية في دقيقة. إذا بسم الله وعلى بركة الله، أعرفكم اليوم عن لا فراز، الجملة. نعم، الجملة اون فراز هي مجموعة من الكلمات مجتمعة لها معنى ان سونس. لا تيغ تورن اوتور دو سولي، الأرض تدور حول الشمس. لدينا كلمة لا تيغ وتورن اوتور وسولي، هذه كلمات اجتمعت شكلت لنا جملة. الجملة هذه عندها معنى ان سونس. اثنين، دوما الجملة في اللغة الفرنسية تبدأ بحرف كبير اون لتر ماجوسكيل وتنتهي بنقطة ان بوا. الالبينيست اسكالاد لا مونتانيا، المتسلقون يصعدون او يتسلقون الجبل. شاهدوا بان الحرف الكبير الاول من الجملة يكون كبير لتر ماجوسكيل، الجملة يجب أن تنتهي بنقطة. ثالثا، عموم الجملة الفرنسية تحتوي على فاعل سوجي وفعل ان فيرب وغالبا مكمل ان كومبليمون. لي زونفون ري، أطفال يضحكون، أطفال فاعل، ري فيرب فعل. التركيبة أو النواة الأساسية للجملة الفرنسية هذه. كذلك قد نجد الجملة الفرنسية متكونة من كومبليمون، دوما لي فاكونسيي ايرون ا لا بلاج، غدا المصطفون سيذهبون إلى الشاطئ. دوما كومبليمون، فاكونسي فعل، سوجي، ايرون فعل فيرب، و ا لا بلاج هي كومبليمون مكمل. إذا هذه الجملة الفرنسية فيها فاعل وفعل وقد نجد كومبليمون، يعني ما زاد يعني عن الفعل والفاعل يكون كومبليمون، إما يجي قبل بعد الفعل أو في بداية الجملة لا يهم. هنا مثلا على بلاج هي في حالة مفعول به مباشر مكمل، لكن لما نحبو نزيدو نخصو نقولو هو مكمل عن كومبليمون في حالة أوبجي دي انديريكت، حالة مفعول به غير مباشر. إذا لنا هنا أتي إلى نهاية الدرس، إلى دروس أخرى إن شاء الله. شكرا.